السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار، البداية بالعناوين. السيد الرئيس يواصل زيارته الرسمية إلى اليابان ويشارك في حفل تنصيب الإمبراطور. شتي يؤكد خلال إطلاقه موسم قطف الزيتون من طول كرم أن منتوجنا الوطني أولوية وستتخذ كل الإجراءات لتعزيزه. مجلس الوزراء السعودي يبارك الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني. وتعدد السيناريوهات حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد فشل نتنياهو بتشكيلها وتفويض جانتس. إذن مشاهدينا الكرام، نتحول من عناوين النشرة مباشرة إلى الزميلة ضحى والتفاصيل. شكرا لك محمد، أسعدتم مساء مشاهدينا، أهلا بكم في التاسعة. شارك السيد الرئيس محمود عباس في حفل تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو في القصر الإمبراطوري في العاصمة طوكيو، وجرى حفل التنصيب في القصر الإمبراطوري بحضور أفراد العائلة الإمبراطورية و2000 مدعو، بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالي 180 بلدا. وكان السيد الرئيس أجرى عدة لقاءات مع مسؤولين يابانيين خلال زيارته الرسمية لليابان، جرى خلالها بحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وسبل تعزيز التعاون المشترك. لقاءات هامة عقدها السيد الرئيس محمود عباس على هامش زيارته الرسمية لليابان للمشاركة في مراسم تنصيب الإمبراطور ناروهيتو. أولى هذه اللقاءات كانت مع رئيس الوزراء شينزو أبي، حيث بحث وسيادته آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطويرها وتنميتها في شتى المجالات. كما التقى سيادته وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، فيما أقام الوزير الياباني عشاء عمل على شرف السيد الرئيس والوفد المرافق له. هذه اللقاءات التي كرر فيها السيد الرئيس تعازيه الحارة لليابان حكومة وشعبا معزيا بضحايا الإعصار، أكد خلالها تضامن الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانب الشعب الياباني الصديق بهذا المصاب. وتقديرا للدور المهم الذي لعبه وزير الدفاع الياباني تارو كونو في تعزيز العلاقات بين اليابان وفلسطين وجهوده في دعم تحقيق السلام في الشرق الأوسط، استغل السيد الرئيس هذه الزيارة ليمنحه وسام النجمة الكبرى من وسام القدس. هذه اللقاءات وما دار فيها من تأكيد ياباني فلسطيني على ضرورة تعزيز التعاون المشترك والدور الياباني في دعم القضية الفلسطينية تأتي في إطار جهود القيادة لحشد الدعم الدولي لإيجاد آلية متعددة في إطار المؤتمر الدولي للسلام، على اعتبار أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا في المباحثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما تهدف للبحث عن سبل تعاون جديدة تعزيزا لأواصر الشراكة بين البلدين وفتح آفاق جديدة تأتي استكمالا لمسيرة أبرز ما يميزها المواقف المشرفة والثابتة تجاه قضيتنا. ديانا الخياط، تلفزيون فلسطين. أطلق رئيس الوزراء محمد شتية موسم قطف الزيتون لهذا العام من قرية جبارة بمحافظة طول كرم. وأكد رئيس الوزراء أن وقوف الحكومة إلى جانب المزارع في خندق واحد لحماية أرضنا، مشددا على أن المنتج الوطني أولوية وستتخذ الحكومة كافة الإجراءات لحمايته. كما أكد رئيس الوزراء على الاستراتيجية الثابتة بعدم السماح بالإضرار بالمنتج الوطني الذي يشمل الزيتون وزيته. اليوم على هاي الشجرة المباركة، شجرة زيتون فلسطين، كل عام وانتم بخير، تم
السنة والحمد لله سنة ماسية، وإن شاء الله يظل الخير على أهل فلسطين. هذا وشارك رئيس الوزراء ذوي الأسرى في الاعتصام المساند للأسرى أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طول كرم. وأكد رئيس الوزراء دعم القيادة ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس لقضية الأسرى العادلة وسعيها للإفراج عنهم ووقف انتهاكات الاحتلال ضدهم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من طول كرم مراسلنا إيهاب الضمير. إيهاب أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم وأهلا بالسادة المشاهدين. إذن إيهاب، كانت يعني زيارة حافلة بالفعاليات، الإنسان والأرض كانت محور اهتمام رئيس الوزراء في هذه الزيارة، المشاركة في قطف ثمار الزيتون في المناطق المهددة كقرية جبارة، وكذلك المشاركة في الاعتصام الأسبوعي التضامني مع الأسرى. تطلعنا على تفاصيل أكثر عن هذه الفعاليات وانعكاساتها لدى الشارع في طول كرم. نعم بالفعل، هي كما قلت زيارة حافلة جدا، زيارة امتدت ليست لساعة أو ساعتين، امتدت لحوالي 10 ساعات متواصلة من العمل ومن لقاء الفعاليات ومن افتتاح المشاريع ومن بحث احتياجات المحافظة والاطلاع على واقعها. الزيارة التي بدأت بإطلاق وافتتاح اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون في قرية جبارة، ولماذا تم اختيار قرية جبارة؟ نظرا لأنها قرية مهددة بالاستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري، نظرا لأنها قرية مهددة بالهدم ومهددة بمصادرة الأراضي، نظرا لأن الاحتلال يحاول الآن إقامة منطقة صناعية للمستوطنين على أراضي قرية جبارة وعلى حتى على أراضي الكفريات، وهي ضمن المنطقة الكفريات. إذن الرسالة هنا كانت رسالة سياسية، رسالة بأننا وبالرغم من إجراءات الاحتلال حكومة وشعبا وقبل ذلك بتعليمات من السيد الرئيس محمود عباس، نقف في وجه هذه الإجراءات بالصمود والثبات وبقطف ثمار الزيتون وتحدي هذه الإجراءات. وأيضا هي رسالة من الحكومة بأنها تقف مع المزارع ومع الفلاح وتعمل على تعزيز وتثبيت المواطنين بأرضهم. هذه الرسالة الأولى. أيضا هذه الجولة التي انطلقت من قرية جبارة جنوب طول كرم امتدت إلى المحافظة بغالب مناطقها وفعالياتها، شملت أيضا زيارة دكتور محمد شتية برفقة عدد من الوزراء، منهم يعني كان وزير الحكم المحلي ووزير الزراعة، وبالإضافة لوزير التربية والتعليم وأيضا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، جميعهم كانوا برفقته. أيضا كانت هناك زيارات لمؤسسات منها دار المحافظة، حيث التقى هناك بممثلين عن بلدية بلعة وناقش معهم عدد من الاحتياجات وتحديدا فيما يتعلق بشبكة الكهرباء، إضافة للقاء مدراء المؤسسة الأمنية والاطلاع على حالة السلم الأهلي والمجتمعي والأمن هنا في محافظة طول كرم، والتي من خلالها يعني أشاد رئيس الوزراء محمد شتية بحالة السلم الأهلي وأيضا الأمن والأمان التي يعني تعيشه محافظة طول كرم. أيضا تتالت الزيارات وتتالت حتى وصلت إلى الاعتصام المساند إلى للأسرى. هذه يعني كانت زيارة أدخلت السرور وأدخلت البهجة إلى قلوب أهالي الأسرى، وبطبيعة الحال من خلالها أكد الدكتور محمد شتية رئيس الوزراء بأن السيد الرئيس محمود عباس والحكومة جميعهم يعملون لإطلاق سراح الأسرى ووقف انتهاكات الاحتلال، وهم ليس فقط يدعمون الأسرى بالمال وذلك حق لهم، ولكنهم يدعمون الأسرى معنويا، يدعمون الأسرى بحقوقهم وبقضيتهم العادلة.
عادلة. وأيضا هذه يعني هنا كانت كما قلنا حالة من الفرح والسرور انطلاقا ووصولا نهاية إلى أيضا رفع العلم الفلسطيني على أطول سارية في محافظة طول كرم على ميدان الحكيم حكيم الثورة جورج حبش، حيث رفع العلم الفلسطيني. يعني كانت صورة باهية، وهنا دليل على أن هذا العلم سيبقى خفاقا مرفرفا، ولن تقف إجراءات الاحتلال أمام حقنا بدولة فلسطينية عاصمة القدس. توالت أيضا الزيارات ووصلت إلى حتى إلى مقر قيادة المنطقة في الأمن الوطني وجامعة خضوري، ولقاء الفعاليات ولقاء بلدية طول كرم وافتتاح مشروع الطاقة البديلة في مقر قيادة الأمن الوطني. إيهاب إذا سمحت، يعني أبرز ما يعني ما المطالب التي استمع إليها رئيس الوزراء لطول كرم بكافة فعالياتها، ويعني ماذا وعدهم رئيس الوزراء؟ يعني رئيس الوزراء استمع لمطالب من كافة مناطق المحافظة، من الشعروية شمالا، من وادي شعير شرقا، من الكفريات جنوبا، وأيضا من يعني من كافة القرى والخرب في المحافظة. كانت هناك مطالب لها علاقة في البنية التحتية، كانت هناك مطالب لها علاقة بتطوير جامعة فلسطين التقنية خضوري، وهي تعد من الجامعة جامعة مهمة. أيضا كانت هناك مطالب في موضوع جامعة القدس المفتوحة بمبناها الجديد. كانت هناك وعودات من دولة رئيس الوزراء بأن يشكل لجنة وزارية خاصة لتدرس احتياجات جامعة خضوري، وهناك أيضا سيشكل فريق من أجل دراسة موضوع جامعة القدس المفتوحة. هناك أيضا كانت وعودات بأن يدرس أيضا احتياجات البنى التحتية وموضوع شبكات الكهرباء تحديدا في محافظة طول كرم، مدينة طول كرم ومنطقة الشعروية، هاتين المنطقتين المدينة ومنطقة الشعروية يعني هناك معاناة كبيرة كل صيف من نقص في الكهرباء. كانت هناك وعودات بأن يتم حل هذه المشكلة بشكل كامل وكبير. أيضا كان هناك وعودات بدعم المحافظة من خلال مشروع العناقيد الزراعية، حيث أن محافظة طول كرم هي تعد ثاني محافظة بعد قلقيلية سيطلق فيها مشروع العناقيد الزراعية. كانت هناك أيضا وعودات في موضوع دعم المزارع والفلاح، وهي محافظة زراعية محافظة طول كرم. يعني جملة من الوعودات، جملة من المطالبات التي يعني كانت خلال هذه الجولة، ولكن دولة رئيس الوزراء محمد الشيا استمع لها، سجل ودون هذه الملاحظات، ويعني وعد خلال الزيارات القادمة أن يكون يعني هناك الاطلاع على مزيد من هذه الاحتياجات وهذه التطلعات، ومن خلالها إن شاء الله سينفذ يعني الوقوف عدد من الاحتياجات والتطلعات. الوقوف يعني من رئيس الوزراء على احتياجات المواطنين والاستماع لهم يؤكد على مدى الانسجام ما بين المواطنين والحكومة ورئيس الوزراء بشكل شخصي، الذي أيضا ينفذ تعليمات السيد الرئيس مباشرة فيما يتعلق بالتواصل مع أبناء شعبنا في كافة مناطق الوطن. شكرا جزيلا لك إيهاب الضميري، كنت معنا مباشرة، تحدثت عن جولة رئيس الوزراء والفعاليات التي تمت في محافظة طول كرم. شكرا. هذا ويواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسرى المضربين يواجهون أوضاعا صحية خطيرة، أقدمهم الأسير أحمد غنام في ظل جملة من الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة المعتقلات بحقهم. إلى ذلك، طالب أهل الأسرى خلال اعتصامهم الأسبوعي أمام مقري الصليب الأحمر في محافظتي الخليل ورام الله بوقف الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال. وصلت حالة بعض الأسرى المضربين عن الطعام إلى الخطر الشديد، وخاصة الأسير أحمد غنام المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم، ومع ذلك ما زالوا ماضين في معركتهم ضد اعتقالهم الإداري. وللتضامن معهم، نظمت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ولجنة أهالي الأسرى هذه الوقفة التضامنية في مدينة دورة جنوب الخليل للمطالبة بإنقاذ حياتهم وتلبية مطالبهم. لكل إنسان في هذا الوطن أن يكون إلى جانب أحمد في هذه المحنة، لأنه بعد 100 أو 100 يوم يعني أو ويزيد يعني أصبح الأمر خطير وخطير جدا، ويعني وكأننا وصلنا إلى طريق مسدود في هذا الأمر، ويعني
أصبحت العائلة دائما في قلق واضطراب ويعني معاناة جدا، لأنه الأمور يعني زادت بشكل قوي جدا عن يعني ما هو ربما متوقع أو يعني كان في خاطر أو في بال أحمد أنه يستمر الاضراب لهذه الفترة الطويلة جدا. الوضع صعب جدا، جميع الأسرى يعانوا من آلام، من آلام المفاصل، الدوخة، تدني نسبة السكر، عدم القدرة على الحركة، عدم القدرة على التواصل مع العالم الخارجي، وعدم القدرة على المشي. الجميع يستعمل الكرسي المتحرك. أما على الصعيد المعنوي، الأسرى يخوضوا هذه المعركة باقتدار وبمعنويات عالية، مصممون على انتزاع حقوقهم وتحديد موعد للإفراج عنهم بأي ثمن. لا يوجد مجال للتنازل أو التراجع بعد كل هذه المعاناة، سواء الأسيرة فدوى هبة اللبدي أو باقي الأسرى المضربين عن الطعام. وفي مدينة رام الله نظمت هذه الوقفة أيضا للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، حيث طالب المشاركون الجهات المعنية بذل أقصى جهودها لوقف هذه الجريمة التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون. 6 أسرى ما زالوا يخوضون معركتهم ضد الاعتقال الإداري، معلنين رفضهم له ولكل سياسة الاحتلال التي يتبعها ضد الأسرى في السجون، خاصة سياسة الإهمال الطبي التي راح ضحيتها عشرات الأسرى. هو ناقوس خطر يدقه أبناء شعبنا، ومطالبة عاجلة بتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، خاصة في ظل تردي أوضاعهم الصحية ووصول حالة البعض منهم إلى الخطر الشديد. لتلفزيون فلسطين، محمود فراش. في موضوع آخر، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات سفراء وقناصل وممثلي دول العالم الممثلة في فلسطين بإلزام الحكومة الإسرائيلية بتسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية وإزالة العراقيل أمامها وفقا للاتفاق المبرم مع الجانب الإسرائيلي عام 1995. وأكد عريقات عقب لقائه عددا من ممثلي دول العالم لدى فلسطين أن الانتخابات استحقاق للشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة والقدس. هذا الانتخابات استحقاق للشعب الفلسطيني، هذا من حق الشعب الفلسطيني علينا، هذه ليس منا وليس قرار تملك هذه الجهة أو تلك، لكن ما في لحدا الحق في وضع فيتو على الانتخابات أو في منع إجراء الانتخابات في منطقة ما. وبالتالي الرسالة الأساسية اليوم وبالفعل وصلت وباسم سيادة الرئيس محمود عباس لكل عواصم العالم، عليكم مساعدتنا والوقوف إلى جنبنا لتمكيننا من إجراء الانتخابات في الضفة والقدس وقطاع غزة، ولمنع إسرائيل من عرقلة الانتخابات وتحديدا في القدس الشرقية. بارك مجلس الوزراء السعودي ما تم الاتفاق عليه بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والسيد الرئيس محمود عباس بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني. جاء ذلك في مستهل جلسة للمجلس أطلع خلالها جلالته المجلس على نتائج مباحثاته مع السيد الرئيس. وأشار العاهل السعودي إلى أن هذه اللجنة تأتي امتدادا لما تطلع به المملكة من دعم واهتمام تجاه القضية الفلسطينية سياسيا وماليا، والإسهام بما يعود نفعه على الشعبين الشقيقين، وتأكيد وقوفها مع فلسطين وحقوق شعبنا في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أجبرت بلدية الاحتلال في القدس المواطن سلطان بشير على هدم منزله ذاتيا بحجة البناء دون ترخيص وقربه مما يسمى الشارع الأمريكي الذي يربط المستوطنات ببعضها البعض على حساب الوجود الفلسطيني. أن يكون المنزل متواضعا مشيدا من بضعة حجارة، هذا لا يعفيه من ملاحقة بلدية الاحتلال، فالمواطن سلطان بشير من جبل المكبر أجبر على استئجار جرافة لهدم منزله ذاتيا تنفيذا لقرار البلدية بحجة البناء دون ترخيص. فأنا اضطريت استأجر باقة زي ما انت شايفة وهد البيت اللي كنت انا عايش فيه انا وزوجتي واولاد، وهلا الحين انا ساكن عند اخوي بغرفه، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. مع ذلك احنا يعني صامدين بهالقدس وبنضل مرابطين حتى ان شاء الله ربنا يخطر الروح، والحمد لله.
نور وأحمد اللذان حضرا عملية الهدم، هما طفلان من أصل ستة كانوا يقطنون المنزل الذي لا تتجاوز مساحته 50 متراً مربعا. فعالية جبل المكبر حذرت من أن العديد من المنازل قد تهدم بحجة قربها من الشارع الأمريكي الذي يربط المستوطنات ببعضها البعض. سلمونا اخطارات هدم لبيوتهم في منطقة جبل المكبر، تحديدا في هذه المنطقة من خلال هذا الشارع الأمريكي الاستيطاني الذي يوصل المستوطنات الجنوبية بالمستوطنات الشمالية. هذا المشروع الاستيطاني الذي يؤدي إلى تقويض الدولة الفلسطينية، يؤدي إلى تهجير سكان الفلسطينيين في داخل القدس الصامدة. نحو 150 منشأة سكنية وتجارية هدم الاحتلال منذ بداية العام في القدس، كما يوزع أوامر وإخطارات الهدم بشكل شبه يومي في مختلف الأحياء والقرى والبلدات ضمن معركته الديمغرافية للوصول إلى أقلية فلسطينية في العاصمة المحتلة. لصالح الشارع الأمريكي أجبر المواطن على هدم بيته، وهناك غيره من هدم له بحجة عدم الترخيص. فالحجج تختلف لكن هدفها واحد، تفريغ القدس من أهلها. من جبل المكبر، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، العاصمة المحتلة. ونبقى في القدس المحتلة، حيث استأنف عشرات المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة. تقدمهم المتطرف يهودا جليك تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مراسلتنا بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في الأقصى وسط محاولاتهم أداء طقوس تلمودية وتلقيهم شروحات عن الهيكل المزعوم. تتعدد السيناريوهات بما يتعلق بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة عقب إعلان رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو فشله بتشكيلها وإعادة التفويض لرئيس إسرائيل الذي بدوره منحه لبيني جانتس رئيس حزب أزرق أبيض. للمرة الأولى بعد 4 دورات انتخابية متتالية للكنيسة الإسرائيلية خلال 10 سنوات، يخرج التفويض لتشكيل الحكومة من أيدي رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو. فبعد 26 يوما حاول من خلالها تشكيل حكومة وحدة من جانب وحكومة يمين ضيقة من الجانب الآخر، أعلن عن فشله بتشكيل الحكومة بإعادة التفويض لرئيس إسرائيل الذي بدوره صرح عن نقل التفويض لرئيس حزب أزرق أبيض بيني جانتس. إسقاط نتنياهو هو أمر هام جدا. بعد ذلك هنالك افاق هنا وهناك، يعني هل كان سيتوجه الينا ام لا؟ ماذا سيكون موقفنا؟ يعني اذا اردت مني الشعار العريض، قلت انه في سنه 93-94 كانت حكومه رابين، وبالاتجاه الجيد عموما كنا جسما مانعا. هل جانس موجود في ذات النقطه؟ اعتقد لا، ولكن نحن على الاقل نريد هذه النقطة من أجل التقدم بعملية تفاوضية حقيقية مرتبطة بزمن محدد من أجل إنهاء الاحتلال، وأيضا من أجل قضايا خاصة بجماهيرنا الفلسطينية هنا في الوطن. نحن جاهزون، ولكن أعتقد أنهم غير جاهزين. الطابة موجود في ملعبهم. نسب نتنياهو إخفاقه بتشكيل الحكومة لإصرار جانتس على إفشال المفاوضات بين الحزبين ورفض العروض التي قدمها له بما يتعلق بحكومة الوحدة. من جانبه صرح جانتس رئيس حزب أزرق أبيض أنه سينطلق بمفاوضات بمحاولة لتشكيل حكومة وحدة موسعة مع حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا، بحيث يتولى جانتس فترة الرئاسة الأولى فيما نتنياهو يترأس الحكومة من بعده.
حسابات نتنياهو هي حسابات نتنياهو، نتنياهو بفكر بس بحاله وبفكر في المصلحة تبعته، إذا هذا الأمر رح يخدم الأجندة تبعته ويخدم تأخير إمكانية وصوله إلى السجن فهو رح يقوم فيها، ولكن بضل الإمكانية لمثل هذا المسار مثل هاي الخطوة بضلها الإمكانية واردة مع أسئلة كثيرة ومع مع مع خطر على إنه مش رح تنجح، وعلى الأغلب حسب كل التحليلات أنه إمكانيات النجاح جدا ضئيلة. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى رفض نتنياهو لترأس جانتس الفترة الأولى للرئاسة خشية من تشريعات وقوانين قد تبادر لها حكومته من أجل محاكمة نتنياهو بملفات الفساد، تقدير يطرح على الساحة سيناريو تشكيل حكومة ضيقة تجمع ما تسمى بأحزاب اليسار والمركز بالإضافة إلى حزب إسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان الذي لم ينفي الإمكانية لانضمامه لهذه الحكومة. بعد مضي عقد من الزمن على توليه الحكم يعلن نتنياهو أخيرا فشله بتشكيل الحكومة الإسرائيلية في خطوة تحمل الكثير من الخبايا وربما قد تبشر بسقوط عهد اليمين الفاشي. من مدينة الناصرة سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين. في الشأن العربي، قال مستشار الحكومة اللبنانية نديم المنلى إنه من المتوقع أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة إيجابيا للغاية، مضيفا أنها تبعث برسالة واضحة أن البلاد تتعامل مع عجز الموازنة. وأضاف أن بعض الجماعات السياسية اقترحت إجراء تعديل وزاري وأن مثل هذه المسألة ستحسم خلال أيام، لكنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد ولم تصدر عن رئيس الوزراء سعد الحريري. إلى ذلك تحاول القوى الأمنية إقناع المحتجين بإعادة فتح الطرق في مختلف أنحاء البلاد بالوسائل السلمية، مؤكدة أنها لن تستخدم القوة إذا ما رفضوا ذلك. أفاد التلفزيون العراقي نقلا عن تقرير حكومي رسمي أن العدد النهائي لقتلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا بلغ 149 مدنيا وثمانية من قوات الأمن. وأكد التقرير الحكومي الرسمي أن عدم فرض قوات مكافحة الشغب لحظر التجوال أدى إلى العنف في الاحتجاجات، الأمر الذي أدى إلى استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن. أظهرت نتائج الانتخابات شبه النهائية في كندا أن رئيس الوزراء المنتهي ولايته جاستن ترودو فاز بالانتخابات الفيدرالية التي جرت أمس وسيتمكن من تشكيل الحكومة. ووفقا لهيئة الانتخابات الاتحادية الكندية حصل الحزب الليبرالي على 156 من إجمالي 338 مقعدا في البرلمان، وهذا أقل بكثير من العدد الذي احتاجه الليبراليون لتشكيل ثاني حكومة أغلبية على التوالي والبالغ 170 مقعدا على الأقل. في سوريا، أجرى رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على المدينة التعليمية لأبناء الشهداء سمير الرفاعي جولة زار خلالها معهد فلسطين التقني لمتابعة سير العملية التدريسية داخل المعهد مع بداية العام الدراسي. لا تبنى الأجيال إلا بالعلم، والأجيال الفلسطينية الشابة لا بد من رعايتها وتقديم الدعم لها لإكمال مسيرتها التعليمية رغم كل الظروف. فلهذا جاءت جولة رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام عن المدينة التعليمية لأبناء الشهداء الدكتور سمير الرفاعي ضمن المدينة وتحديدا بمعهد فلسطين التقني لمتابعة سير العملية التدريسية داخل المعهد وما يمكن تقديمه من احتياجات للكادر التدريسي والطلاب، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الأول لإدارة المجلس. لا شك أن المعهد أقلع هذا العام إقلاع جيد جدا بالعدد الكبير للطلبة والطالبات المنتسبين لهذا المعهد. المستوى العلمي متقدم، له سمعة جيدة في الجامعات السورية والمعاهد السورية، وأي جهاز مطلوب إن كان في قسم التعويضات أو في قسم الصيدلة لا يعني مباشرة نسعى إلى تأمينه كما ذكرت، الحصول على المستوى الأفضل وأن يكون التجهيزات داخل
هذا المعهد تجهيزات حديثة جدا تواكب النهضة العلمية. الواقع نحن دائما نرحب بهيك زيارات لأنها بتلقي الضوء وتسمح لنا أن نطالب بالشيء اللي نحن ناقصنا في بعض الأحيان، وقدام الطلاب لها أهمية كبيرة أنه في اعتناء بالمعهد، اعتناء بتأمين الأجهزة، المواد، الأدوات. أعداد كبيرة من الطلاب تزداد عاما بعد آخر نتيجة وجود أقسام علمية ومخابر عملية تلبي حاجة الطلاب التعليمية، إلى جانب وجود كادر تدريسي يحمل من الخبرة أعواما وأعوام. كل سنة عم يكون في زيادة أكثر. هلأ السنة الماضية كنا نحن عنا ما يعادل تقريبا حوالي 90 طالب، يعني بين 98. هاي السنة حوالي 200-250 طالب بالسنة الثانية، ما بالك عن السنة الأولى، فعم يصير في تزايد دائما. هاي هلا كمستوى تعليمي هو بينقل لك صورة واقعية عن الشغل المخابر برا وبرا سوريا وبرا الدول، وكتير يعني الشغل تمام، والدكاترة بتساعدك، يعني إذا فشلت بأول خطوة دائما بتعمل خطوة ثانية خطوة ثالثة، يعني دائما بيعلموك وبالإعادة إفادة عطول مع الدكاترة. أول ما دخلنا على المعهد ما كنا نعرف شيء، بس مع الدكاترة والعمل وكثر التدريب بلشنا نعرف شو عم نشتغل وشو فرعنا وشو بيتضمن وشو مجالات عمله. رغم بعض الصعوبات التي يعانيها المعهد نتيجة قلة عدد المدرسين وظروف الحرب التي عاشتها المدينة التعليمية، إلا أن الرسالة العلمية لم تتوقف، بل على العكس توضع الخطط المستقبلية لفتح المزيد من الأقسام واستيعاب أكبر عدد من الطلاب. لتلفزيون فلسطين، مصطفى رضوان، ريف دمشق. في المحافظات الجنوبية فاز 5 متسابقين في مسابقة بعنوان تحدي العقول في مادة الرياضيات بمبادرة عائلية لتحفيز الطلاب وتشجيعهم على التفوق. في تصفياتها النهائية ل65 فائزا يتمتعون بقدر عال من النبوغ والذكاء بعد مشوار دراسة 3 مناهج دراسية وتجاوز مراحل الاختبار بتفوق. في مسابقة تعد الأولى من نوعها حملت عنوان تحدي العقول في الرياضيات، واستهدفت مئات الطلبة من الصف 6 و7 و8. الرياضيات في المرحلة الإعدادية لا نستطيع تجزئتها لأنها كلها مادة رياضيات عامة، يعني فيها وحدة جبر، فيها وحدة هندسة، فيها وحدة إحصاء، فكانت الأسئلة شاملة لكل فروع الرياضيات في هذه المرحلة. هذه المسابقة كانت حجر الزاوية في استثمار العقول وتشجيع الطلبة على إبراز مهاراتهم المتعددة في الحفظ والتحليل ودراسة فروع الرياضيات المختلفة. وقد أطلقت فكرة الجائزة من إحدى العائلات بغزة وتمت رعايتها بشكل يرقى لتحفيز هذا التعليم النوعي. احنا حبينا نعمل شيء يستمر في عطاء الوالد والوالدة، يعني الله يرحمهم، برا فيهم يعني، فلقينا انه الاستثمار في عقول الناس، يعني لعله في عقول الاطفال بهالسن اللي مهم جدا بالنسبة لهم، بيكون استثمار في المستقبل يعني، فحبينا نعمل هالشيء لانه يمكن انجح من اي استثمار اخر. واخترنا مادة الرياضيات لانه مادة الرياضيات هي ام العلوم يلي بتفيد بكل المجالات، وحبينا ناخذ الفئه الصغيره من الطلاب يلي هي المرحله الاعداديه، لانه هدول اذا تاسسوا كانوا متاسسين بشكل كويس بالرياضيات ان شاء الله بالمستقبل بيكونوا ممتازين بالمرحله الثانويه والجامعه. الحاصله على المركز الاول في مسابقه وفي هذا المشهد حبست الانفاس قبيل الاعلان عن الفائزين بالمراتب 5 الاولى، وكانت الفرحة ظاهرة على قسمات وجوه الطلبة وهم يشهدون تقديرا مميزا لجهودهم وتكريما يليق بذكائهم الذي ينم عن عبقريات فذة تؤسس لعلماء مستقبل واعد في مادة الرياضيات والعلوم الأخرى. أنا كان عندي أمل بس ما كنتش بدي أرفع هذا الأمل، عشان يعني لو جبت نتيجة مثلا واطية بفضل من ربنا الحمد لله جبت هذه النتيجة. شعور فرحة بالنجاح وفخر، إن شاء الله بنضلنا زي هيك إن شاء الله للأعلى كمان. إنها مسابقة فريدة من نوعها تمت لعشرات الطلبة في قطاع غزة في مادة الرياضيات التي تعد أم العلوم وأساس استنهاض الشعوب وتطورها، للبحث عن مكامن الذكاء في عقول هؤلاء الطلبة ومن أجل أن يكونوا علماء نابغين في المستقبل. من غزة، نور أبو شباب، تلفزيون فلسطين.
عبر المشاركون في معرض نظمته مؤسسة القطان في مدينة غزة عن تفاعلهم مع أنشطة حكايات جدران الشوارع والاستفادة منها في عمليات التعبير والتواصل المجتمعية. الكتابة على الجدران والنقوش والرموز والمنحوتات على المواقع الأثرية كانت قديما من أهم وسائل التواصل التي تدلل على الحضارات واللغات الممتدة، فالأبجديات الكنعانية هي أول أبجديات في التاريخ وعليها بنيت جميع الأبجديات. كتابات الجدران وصوت الناس اللي ما هي قادرة تحكي وتتكلم عن الواقع اللي هي بتعيشه، فلقينا أصوات المقهورين والمعاناة موجودة من خلال هذه الكتابات، لقينا الحب ولقينا الفرح ولقينا السعادة ولقينا الألم ولقينا الحزن، يعني مجموعة شغلات، وبدأنا نصمم هالفعالية بهذه الصورة، لكن كل اللي عملناه كان على محور واحد، وسؤال المشروع دائما يتبادر إلى أذهاننا وهو إيش؟ هل نستطيع إيجاد تغيير في المجتمع من خلال الكتابة؟ والآن نجيب على هذا السؤال، بعتقد أننا وصلنا فعلا نستطيع أن نعمل تغيير في المجتمع من خلال الكتابة. في غزة الكتابة على الجدران كانت وما زالت وسيلة للتعبير والتواصل، حيث بدأ مجموعة من الطلاب مع مدرسهم بعملية استقصاء وفهم لأصول الكتابة ونشأتها وفعلها في حياة الناس، إضافة إلى تطور أبجدياتها ورموزها لدى عدد من الحضارات القديمة. الآن محتاجين إحنا بعد الكتابات القديمة، بعد المواقع الأثرية وكتاباتها، بعد المقابر وغيرها، بدنا نوصل، بدنا كتابات الناس. وين بيكتب الناس في غزة أكتر إشي؟ على جدران الشوارع. من زمان وإحنا صغار إلنا قصص مع جدران الشوارع، فبلش خلال عام كامل بعام 2018 بكامل الطلبة كمجموعات فرق يطلعوا يتجولوا في قطاع غزة مناطق متعددة، يجمعوا صور هذه الجدران، نعمل معهم ومع معلمهم على تحليلها، كيف يبنوا قصصهم، كيف يبحثوا ويبنوا تساؤلات ويستقصوا هذه التساؤلات. صار إنه شاعرين بأهمية الأصوات هاي وأهمية مشاركتها للمجتمع. وفي معرض أطلق عليه حكاية حيطان ضمن مشروع كتابات، وهو أحد مشاريع التكوين المهني التي يعمل عليها برنامج البحث والتطور التربوي بمؤسسة عبد المحسن القطان، حيث عرض فريق الشبان تفاعلية تركزت على أهم الكتابات التي يكتبها الناس على الجدران وتحليلها. اليوم معرض حكاية حيطان بيهتم بالكتابات اللي بكتبوها الناس على الحيطان. نزلنا احنا على الشارع، صورنا الأشياء اللي بكتبوها الناس عشان نحللها، نحلل أفكار الناس بالمجتمع الغزي ونقارنها بكلام الناس اللي لما يجوا على المعرض ويشوفوا شو بكتبوا ويكتبوا معنا ويشاركوا ونحلل هذه الأفكار. أنا راح أنطلق للعالم الجديد بقوة كمان، لأن المشروع هو هدف إحداث تغيير في المجتمع من خلال الكتابة. من خلال المشروع تعرفنا على الأبجديات القديمة وصول الكتابة، من خلاله أكملنا الأبجدية الكنعانية، وهيك بنكون إحنا أول حدا يعني أكمل الأبجدية الكنعانية حتى نعصرها في مجتمعنا الحالي. حمد أبو حطب، تلفزيون فلسطين، غزة. شاركت دولة فلسطين في جامعة الدول العربية بالقاهرة في عدة اجتماعات على مستوى المسؤولين والخبراء في مجالات التعليم والبيئة والإعلام. ناقش خلالها المشاركون التعاون وتبادل الخبرات في هذه المجالات بما يخدم أوضاع الشعوب العربية، بالإضافة إلى التحضيرات للاجتماعات الوزارية المقبلة. شهدت الجامعة العربية بالقاهرة اجتماعات على مستوى ممثلي الدول والخبراء. أولى هذه الاجتماعات كانت اختتام اللقاء المشترك بين مسؤولي التعليم في الأونروا والدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، خرجوا فيها بتوصيات أكدت دعم الأونروا في خدماتها بالمناطق الخمس. دعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي اللازم لاستمرار عمل الوكالة في قطاع غزة وتأهيل المدارس والمؤسسات التعليمية فيها، والضغط على إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال لرفع الحصار الخانق عن القطاع والسماح للأونروا بإدخال المواد اللازمة لإجراء عملياتها، من بينها بناء المدارس والمؤسسات التربوية الأخرى. اجتماع آخر لمسؤولي وخبراء البيئة والتنمية، وذلك تحضيرا لاجتماع وزراء البيئة الخميس المقبل. البيئة في فلسطين هي ضحية للاحتلال، وبالتالي لابد التقرير أن يعكس هذا الأمر ويوضح هذا الأمر، ونأمل أن يكون هناك قرار طبعا إن شاء الله من المجلس الوزاري باتجاه طلب من البرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاستمرار في متابعة إعداد هذا التقرير
ووضعه بالشكل النهائي على أن يأخذ بالاعتبار الملاحظات الفلسطينية. أيضا تزامنت هذه الاجتماعات مع لقاء آخر لخبراء الإعلام العرب بهدف وضع خطة عربية لمواجهة الفكر الإرهابي والمتطرف الذي يؤرق ويهدد الشباب العربي. من القاهرة أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين. الآن مع أخبار الطقس مع نتالي الرنتيسي. مساء الخير نتالي. مساء الخير ضحى. مساء الخير محمد. أهلا بكم. الأجواء هذه الليلة باردة نسبيا إلى باردة في المناطق الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. أما الرياح فتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبالنسبة ليوم غد فتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. هذا ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي يومي الخميس والجمعة لتصبح أقل من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية. أما الآن فننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في بعض المدن الفلسطينية. ونبدأ من العاصمة القدس المحتلة، فمن المتوقع أن تسجل 22 درجة مئوية، رام الله 21، نابلس 25، طوباس 27، جنين أيضا 27 درجة مئوية، طول كرم 26، قلقيلية أيضا 26، أما سلفيت ف 22، أريحة 32، بيت لحم 22، الخليل 21. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى المحافظات الجنوبية ونبدأها من غزة. 26، دير البلح 27، خان يونس 26، وأخيرا رفح 27. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العالمية والعربية. بدورها حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وحذرت أيضا من خطر التزحلق على الطرقات. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية النشرة الجوية، شكرا على المتابعة، والآن عودة إلى ضحى ومحمد. شكرا نتالي. قبل الختام هذا تذكير بعناوين النشرة. السيد الرئيس يواصل زيارته الرسمية إلى اليابان ويشارك في حفل تنصيب الإمبراطور. شتية يؤكد خلال إطلاقه موسم قطف الزيتون من طول كرم أن منتوجنا الوطني أولوية وستتخذ كل الإجراءات لتعزيزه. مجلس الوزراء السعودي يبارك الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني. تعدد السيناريوهات حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد فشل نتنياهو بتشكيلها وتفويض غانتس. إلى هنا مشاهدينا انتهت أخبار التاسعة من تلفزيون فلسطين. دمتم بخير، إلى اللقاء. إلى اللقاء.